أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تمكن شرطي خارج المألوف في تايلاند من كسر الصورة النمطية السائدة عن الشرطة في مقاطعة باتاني التي تشهد توترا في الأوضاع الأمنية. إنه قرد لكن بمواصفات خاصة يضعنا في صورتها التقرير التالي. يسمونه ضابط السلام وينعتونه بأيقونة الشرطة التايلاندية. قد يبدو الأمر غريبا نوعا ما، لكنه بالفعل قرد شرطي أو شرطي قرد وعضو شرف في شرطة مقاطعة باتانيا تايلاندية. الكل يحبه هنا، إذ تمكن وفي وقت وجيز من رسم الابتسامة على وجوه الأطفال. يبدأ يومه كالمعتاد بتحية العالم استعدادا لعمل جديد ثم ينطلق. من قبل عندما كنا نرى أفراد الشرطة في لباسهم العسكري كان يتملكنا شعور بالخوف وعدم الثقة، إلى أن الأوضاع تغيرت بحضور القرد الشرطي. نحن نحس معه بالأمن والسعادة. يمتطي سيارة الشرطة ويأخذ موقعه المعهود على السطح، ثم يباشر جولته الأمنية. وفي منطقة تعد مصدرا للتوتر وتكاد الثقة تغيب فيها بين السكان والسلطات، أصبح القرد أشهر من نار على علم، وتمكن بشهادة زملائه إذ جاز التعبير في العمل على كسر الجمود مع السكان المحليين وقلب طابع العمل الأمني الروتيني إلى فسحة للضحك. في السابق لم يعر أحد اهتماما عندما تمر سيارة الشرطة، لكن بحضور موظف السلام الأمور تغيرت وصار الناس يتعاملون معنا بإيجابية أكثر، والفضل يرجع له بالتأكيد. موظف السلام هذا مر بدوره في مآس عدة، وقد تبناه هذا الشرطي بعد تعرضه لهجوم أصيب فيه بجرح بليغ، وكتب له عمر جديد ليسهم في بناء الثقة بين الشرطة وسكان المنطقة. أدى دوره على أكمل وجه، لكن للأسف تعرض لهجوم جديد من كلاب ضالة، وهذه المرة لم تسلم الجرة فمات القرد مستحقا بذلك لقب أيقونة الشرطة التايلاندية. محمد أنس طموح، روسيا اليوم.